السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية قسنطينة لنقف على العملية تاع المحاصيل الجديدة هذه في ميدان البقوليات، حيث أنه عرفت ولاية قسنطينة قفزة غير مسبوقة في إنتاج مادتي الحمص والعدس في الجزائر، وهذا خاصة منذ أن انطلقت العملية نتاع البرمجة نتاع هذه يعني الشعب الجديدة في الجزائر هذه مدة عامين الآن. إذن فيه نتائج رائعة تم الحصول عليها في ولاية قسنطينة، ولعلم أنه هذا التوجه الجديد بتخصيص المحيطات الزراعية في الولايات الشمالية في ميدان البقوليات، يعني البقوليات لا تحتاج إلى يعني مساحات كبيرة جدا، يعني فيها بضع مساحات يعني صغيرة، وفيه إذن تجربة رائعة في ولاية قسنطينة نتعرف عليها، حققت نتائج جد مشجعة في الحمص والعدس. نترككم تتابعون هذا التقرير من إذاعة الوطنية حول الموضوع، والسلام عليكم. هنا ببلدية ديدوش مراد تتربع حقول العدس والحمص على مساحة شاسعة يعمل فيها عمي مصطفى على تطوير هذه الشعبة، إضافة إلى ما ينتجه من حبوب. أنا العام هذا زارع ما بين الحمص والعدس حوالي 40 هكتار، القمح حوالي كذلك 60 هكتار. إن شاء الله العوام هادو الجايين راح نزيد نكثر المساحة. علاه؟ لأن الدولة راهي شجعتنا بالسعر، يعني الرئيس مشكور جدا راه زادنا بالنسبة للسعر تاع الحمص وكذلك العدس. فيما يخص البقول الجافة، العام هذا حققنا مساحة تقدر حوالي 6400 هكتار، منها 2000 هكتار تاع العدس، وعندنا 1700 تاع الحمص، وعندنا الفول وبقول جافة أخرى. والحمد لله كان فيه تساقط أمطار وتوزيع تاع الأمطار. حاليا وضعية النبات راه في وضعية جيدة. ولما تقدمه الدولة من دعم ومرافقة لهؤلاء الفلاحين، تتصدر شعبة الحبوب والبقول الجافة قائمة المحاصيل الزراعية هذا العام بقسنطينة. معولين إن شاء الله هنا على مستوى ولاية قسنطينة ممكن نتجاوزوا أكثر من 2 ملايين قنطار من القمح الصلب والقمح اللين وكذلك الشعير، بالإضافة إلى الحبوب. الحبوب الجافة وهي ظاهرة جديدة على مستوى ولاية قسنطينة، حيث قمنا بزرع هذه السنة أكثر من 10,000 هكتار. إذن هي مجهودات ميدانية من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان تنمية اقتصادية مستدامة. إذن طاب يومكم زملائنا في العاصمة مشاهدينا عبر القناة الإخبارية 3، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المباشر. نحن الآن متواجدون ببلدية ديدوش مراد هنا بقسنطينة للوقوف على أهم الشعب الفلاحية التي تزخر بها ولاية قسنطينة، ألا وهي شعبة الحبوب والبقول الجافة التي يتوقع أن تحقق إنتاجا وفيرا ومردودا وافرا لهذا العام ولهذه السنة، وذلك طبعا بفضل دعم ومرافقة الدولة وكذا ما أغدقته الطبيعة من أمطار غزيرة وغيث نافع. إذن للتطرق أكثر إلى هذا الموضوع والحديث أكثر عن هذه الشعب الهامة هنا بولاية قسنطينة، نستضيف معنا السيدة ليلى مرابط رئيسة القسم الفرعي الفلاحي هنا لدائرة حما بوزيان. أهلا وسهلا بك سيدتي. شكرا سيدتي الكاميرا الكريمة. فيما يخص الدائرة فيما يخص دائرة نسجل ارتفاع في مساحات المحاصيل الكبرى والبقول الجافة. محاصيل هذا الارتفاع راه ناتج لدعم الدولة، حيث أن الدولة دعمت الفلاح، عطات له الزريعة غراتويتمون، عطات له الأسمدة تاني غراتويتمون، الفلاح اجتهد. هنا عندي في الدائرة المساحات نتاع الحبوب راهي ارتفعت بارابور العام اللي عدى، سنا رانا في 7500 مساحة
كبرى من محاصيل كبرى. عندنا حوالي ألف من البقوليات الجافة بإذن الله. نظرا لتساقطات الامطار باذن الله هذا العام رايح يكون عام خير ان شاء الله بالنسبه للدائره وبالنسبه لولايه قسنطينه، ونحن نتفائل خيرا ان شاء الله. ان شاء الله. كذلك نسعد باستضافه السيد مصطفى ذباح الذي هو احد فلاحي ولايه قسنطينه الذين يكرسون جهودهم من اجل تطوير هذه الشعبه. اهلا وسهلا بك سيد مصطفى. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. السيد مصطفى ذباح مكتف بودور من سنة 2003 إلى يومنا هذا. كما تفضلت الأخت سيب ديفيزيونير ليلى، احنا العام هذا رانا يعني قاعدين الفلاحين رغم يعني التقلبات المناخية وخاصة السنة المقبلة، يعني الفلاحين راه ما فشلوش والدولة كانت يعني في المستوى ودعمتنا بالبذور، والفلاحين كانوا كذلك عند حسن الظن، يعني راهم قاموا بالجهودات. هاكي تشوفي المساحات كاملة مزروعة، وكذلك فيما يخص البقوليات العام هذا رغم اللي جاء يعني السعر جاء، لكن الفلاحين راهم متفائلين خير بهذا السعر اللي زاده لنا الرئيس الجمهوريه بالنسبه للبقوليات. وحنا البقوليات رانا نخدموا مساحات، وخاصه السنه المقبله ان شاء الله راح نديروا مساحات كبيره، لان رانا نديروا الدوره الزراعيه، والدوره الزراعيه نديروها بالبقوليات بالحمص والعدس. احنا كنا شويه نخدموا مساحات صغيره، لكن مع الزياده اللي زاد لنا الرئيس العام هذا ان شاء الله المقبل اللي جاي رايح انا واحد كفلاح راح نخصص المساحات، يعني ندير الدوره الزراعيه بالحمص وبالعدس، وراح تعطينا يعني نتائج. اولا بالنسبه للبقوليات عندها فوائد كبيره، الفائده الكبيره انها تخلينا المواد العضويه في الارض. الحاجه الثانيه تقضي على الاعشاب الضاره، من بينها نبته البروم، يعني باه نحاربوها، ونبته البروم هذه راهي خطيره لما تكاتب في الحقل رايحه تمد خسائر الفلاحه وراحه تقضي على المحاصيل. الحاجه يعني المهمه هي نقوم بدوره زراعيه، والدوره الزراعيه هذه لما نعالج الحمص والعدس بالمبيد ضد الاعشاب الضاره دي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بالنسبه للفلاح، الفلاح كان شويه كانت ب 15%، اليوم زاد لنا السيد الرئيس اي عاد السعر الله يبارك ما شاء الله، يعني وما جاء السعر متوخر، لكن الفلاحين اندمجوا بقوه ويولي يقول لك انا اللي نخلي الارض تاعي مريحه وعلى ما نديرهاش بقوليات. انا واحد من كفلاح العام الجاي ان شاء الله الا طور ربي العمر راح ندير المساحات يعني اللي نزرعها قمح وفارينه، والاخرى ندير الدوره الزراعيه بالحمص وبالعدس. اذا نعم، شكرا لك سيد مصطفى ذباح على انضمامك الينا، وكذا للسيدة ليلى مرابط على هذه التفاصيل. اذا هذه الشعب الفلاحيه وبما تحققه من نجاح باهر هذا العام، من شانها ان تحقق امننا الغذائي واكتفاءنا الذاتي من الحبوب والبقول الجافه. زملائنا عوده اليكم. شكرا للزميلة سلمى خواني ولضيفها الكريم على هذه الاستفاضة والمتابعة، متواصلون دائما مع